السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يسعدكم سعادة الدارين. الله جل في علاه يقول في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله جل في علاه من رحمته ألهم آدم وحواء كلمات. ما هي هذه الكلمات؟ يقول الله عز وجل في سورة الأعراف: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأيضا يقول الله جل وعلا عندما أنزل توبة الثلاثة الذين خلفوا، ماذا يقول الله جل وعلا؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ما أرحمك يا الله.